رجعنا لكم تاني وفكرتنا النهارده برضو عن السمنة، ومش هنبطل كلام عن السمنة لحد ما كلنا بجد لازم نبقى رفيعين. الموضوع السمنة مش بس مظهر، لكن كمان بيبوظ صحتنا وبيجي لنا أمراض كتيرة جدا. النهارده هنتكلم على الطرق السليمة إن احنا ننقص في الوزن، وكمان هنتكلم على شفط الدهون ونحت القوام بالبيزر. ضيفي النهارده هو دكتور محمد الفولي، مدرس جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، دكتوراه مناظير وجراحة السمنة والسكر، ماجستير جراحة الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة ومناظير البطن. مساء الخير يا دكتور، وكل سنة وانت طيب، وأول يوم في السنة وعايزين نلاقي حل في القصة دي. إن شاء الله يا رب تبقى سنة جديدة سعيدة عليكم وتبقى بداية صح إن شاء الله، إن احنا نخلص مشكلة السمنة نهائيا إن شاء الله بإذن الله. طب دكتور، يعني بمناسبة بداية السنة بقى، جاء فعلا دراسة من معهد مقاييس وتقييم الصحة في جامعة واشنطن إن مصر احتلت المركز الأول في السمنة بنسبة 35%. تمام، وطبعا معدل بقى خطير جدا. ليه يا دكتور؟ أنا حتى في أول سنة عملت التبس ليه بنبوظ الريجيم؟ يعني بنحاول نساعد الناس بكل طريقة، إيه يا دكتور؟ ليه؟ ليه؟ إحنا هنوصل لفين؟ بص، للأسف إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي، الثقافة بتاعتنا فيها يعني لغط كتير وفيها لخبطة كتير قوي، خصوصا فيما يخص الاكل بتاعنا، طبيعه الاكل بتاعنا، بناكل ازاي، اللايف ستايل، اسلوب الحياه. احنا كمجتمع مصر وبالذات المجتمع العربي بصفه عامه ما عندوش حته ثقافه الرياضه خالص. يعني فكره ان احنا نبقى يعني النوادي احنا بنروح نعمل الاشتراكات ونقعد ناكل، نخش نقعد ناكل، ما في برضه اكل جوه النادي. عندك مثلا الجيم، يعني الجيم اصلا شغال ان هو بياخد اشتراكات ومحدش بيروح ده خالص، بندفع الاشتراك ونروح. المشكله في ايه؟ ان احنا حته الثقافه دي عندنا فيها مشكله، وده الحقيقه من الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها بصفه عامه في التربيه والتعليم، ان احنا يبقى عندنا فكره الوعي للرياضه واهميه الرياضه بالنسبه لنا، وان احنا نبتدي النشء الجديد او الاجيال الجديده تربى على القصه دي من هو صغير، يبقى عنده دايما ثقافه رياضه، عنده دايما ثقافه الاكل الصحي. المشكله عندنا برضو ان احنا الامهات دايما في منظورهم ان لازم الولد ياكل كويس ويبقى مليان شويه عشان يبقى عندنا خلفيه ان التخن او زياده الوزن له علاقه ان الصحه كويسه، مع ان ده على العكس تماما. يعني دايما من هم صغيرين تلاقيه بيعملوا سندوتشات كتير ولازم تخلص سندوتشاتك للاخر. الثقافه نفسها المشكله هي دي اللي خلت عندنا الموضوع بقى زايد قوي. الموضوع كل مدى ما بيكبر معانا، كل مدى ما احنا عمالين بنلخبط في الاكل بنزود انتشار الفاست فود والمطاعم، وطبعا شكل الاكلات ده بقى مبهر قوي، ده خلى الموضوع يزيد شويه، اصبحت الناس بتحب الاكل، مدمنه للاكل، بدا يبقى عندها شراهه الاكل وهكذا. الموضوع طبعا في مصر محتاج وقفه كبيره جدا، محتاج توعيه كبيره جدا، محتاج ان احنا يكون عندنا ثقافه صحيحه فيما يخص ان احنا ناكل ازاي وازاي نعيش حياتنا باسلوب حياه صحي. صح، ده كلام، لان هم دول الحاجتين الاساسيتين اللي عملوا مشكله. اللخبطه في الاكل، احنا بنقعد على الاكل وبنشبع بس الاكل طعمه حلو، نزود شويه، نقعد على الاكل ونشبع بس طبقنا لسه ما خلصش، لازم نخلصه للاخر. تبقى الام مثلا لسه مخلفه وبتعمل تحط الاكل للبيبي بتاعها وما ياكلش، فهي تاكل الاكل بتاعه وهي شبعانه وهكذا. فعزومه من العزومات ما اكثرها، فبناكل بقى والنبي لا تاكلي حطي وهي تبقى شبعانه ونقعد ناكل زوقيه، لازم تخلصي فعلا زي ما انت بتقول يا دكتور، هو ثقافه فعلا طبعا، كل ده وعادات بالظبط. كل بقى الاكل اللخبطه في الاكل دي بتخلي معدتنا توسع من غير ما نحس. كل ما المعده بتاعتنا بتوسع بتطلع لنا هرمونات جوه وتخلي عندنا شراهه الاكل اكتر، فناكل اكتر والمعده توسع ويبقى عندنا شراهه الاكل، ناكل المعده توسع، بنفضل نلف في دايره مغلقه. اكل كتير بيكبر المعده، المعده تكبر تزود هرمونات الجوع، يبقى عندي شراهه الاكل، اكل الاكل يكبر المعده، بفضل الف في دايره مغلقه. محصلتها ان بقى يدخل جوه جسمي اكل اكتر من جسمي بيحرق لان مش بمارس رياضه، فجاب كل ده بيتخزن في صور الدهون. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ايه الطرق الصحيحه فقدان الوزن؟ بصي، هو عموما فقدان الوزن او علاج السمنه كله ما بيطلعش بره الدايره اللي انا قلت لحضرتك عليها. اول حاجه، يا اما انا اشتغل على الاكل بتاعي، يبقى انا لازم بدل ما الاكل اللي داخل اعلى من الاكل اللي بحرقه يبقى لازم انا اقلل الاكل. يعني رجيم ورياضه. رجيم، تمام. والله هقدر اعمل رجيم واقلل اكل وامارس رياضه، 80% اكل 20% رياضه. اوكي. لازم الاثنين مع بعض. اوكي، هقدر اعمل كده يبقى انا مع رجيم هنزل كويس. اوكي، طب لو انا مش قادر اعمل كده نتيجه ان انا بقى وزني بقى زايد قوي، معدتي كبيره، مش قادر ان انا اقلل اكلي، مش قادر احرم نفسي، وهنا محتاج ان انا اعمل منظار. لو انا عايز الجسم ككل يخس، اوكي، المنظار ده قد يكون بالون معده، قد يكون تكميم معده، قد يكون عمليه تحويل مسار. النهارده العمليات دي، النهارده انت مش هتلاقي في بيت في مصر تقريبا ما فيهوش حد او حد من معارفه عامل العمليه.
ده لما يكون وزن زايد قوي يا دكتور، وابتدى كمان ياثر على الصحه بالظبط. وحتى دلوقتي اللي كان زمان نقول وزن زايد قوي، النهارده بقينا بننزل في الوزن. أوكي. يعني لو انا عندي 30 كيلو بس وزن زايد او اكتر، انا ممكن اعمل المنظار عادي او العمليه عادي، لان هدف العمليه مش ان انا اخس بس، انا هدفها ان انا ما ارجعش اتخن تاني في المستقبل. عشان كده عمليه زي التكميم وتحويل المسار عمليات ناجحه. ليه؟ لان فعلا هي اللي بتجيب نتيجه كويسه مع الثقافه الغلط في الاكل. لكن البالون برضه زي ما نجح في مصر بيبقى ناجح بره اكتر. ليه؟ لان هم عندهم ثقافه اللايف ستايل، ان هو البالونه تخسسه مؤقتا وبعد كده يقدر هو يكمل بعدها. انما عمليه زي التكميم وتحويل المسار جميله جدا هنا. ليه؟ لان هي بتدي استمراريه مدى الحياه، ان احنا مش هنرجع نتخن تاني خالص ان شاء الله. هو عموما يا دكتور كده ولا كده الانواع؟ هنا عندنا قبل وبعد. ده ايه ده؟ ده عمل ايه يا دكتور؟ ده كان يوسف كان عامل تكميم معده، كان وزنه 200 كيلو. فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت عنده سم اكتر في منطقه البطن. بدا ينزل ان شاء الله، يعني هو نزل دلوقتي بعد 6 شهور، وزنه دلوقتي خس بقى 139 كيلو. وان شاء الله في خلال 6 شهور جايين كان هيكون ان شاء الله وصل الوزن المثالي. وطبعا يا دكتور لما انت بيجي لك البيشنت، انت على حسب حالته انت بتنقي العمليه اللي تناسبه. بالظبط. طيب دكتور خلينا نخش في توبيك تاني كده، اللي هو نحت القوام بالفيزر. الاول يعني ايه نحت القوام بالفيزر يا دكتور؟ بص احنا هنا بنتكلم في نقطه تانية، نقطه السمنه الموضعيه. بتبقى اكتر منتشره كمان للبنات، يعني في مثلا تلاقي بنات كتير قوي جسمهم كله كويس. بس تلاقي منطقه الجنبين والفخدين زايده شويه. ممكن تلاقي بنت مثلا او راجل عنده مشكله جسمه كله كويس بس عنده مشكله البطن فيها كرش، منطقه الكرش عاليه او بطنه عاليه، اللي هو الناس اللي يبقى عندهم وزنهم زايد حاجه بسيطه قوي بس المشكله اكتر موضعيه، زي دي تبقى دهون عنيده. يعني احنا ممكن تلاقي نفسنا ناس عماله تعمل رجيم وتخس بس في حته ما بتخسش خالص. هي دي الحتت اللي بيبقى فيها سمنه موضعيه وفيها دهون عنيده، ودي اللي بندخل ان احنا نستهدفها بعمليه شفط الدهون او نحت القوام. لا كمل يا دكتور. هي بدات الموضوع في الاول بشفط الدهون، يعني شفط الدهون كنا الاول في دهون عاليه قوي ندخل نشفطها. بدا الموضوع يتطور، لا احنا يهمنا واحنا ايه فايده احنا بنوظفها، ان احنا ننحت الجسم كله. يعني انا مش بس بشفط الدهون من منطقه محدده، لا انا لازم اشفطها بالتناسق مع الجسم، بحيث يبقى المنطقه دي متناسقه مع بقيه الجسم كله. واشوفه لو انا محتاج اشد الجلد معاه يبقى انا اقدر اعمله، خصوصا بتكنولوجيا بتاعت الفيزر اللي اصبح بيقدم لنا تكنولوجيا جديده او حاجه جديده نقدر نشد بيها جلد بدون جراحه. او لو انا شايف انه محتاج يتشد بالجراحه اقدر اعمله. يبقى هنا انا مش بوظف بس شفط دهون، لا انا بظبط الدهون وبظبط الجلد وبظبط العضلات. يعني ده هو يا دكتور مختلف عن شفط الدهون عادي. انا وانا بشفط او انا طبعا لازم زي ما انت بتقول ديفوهات، ما هوش 20 مليون كيلو، وفي نفس الوقت وانا بشفط الجلد بيتشد. بالظبط. وفي نفس الوقت لو انا مش محتاج اشد العضلات اقدر اشد العضلات برضه. لو نفس الوقت ايه؟ لو انا العضلات عندي ضعيفه ومحتاجه انها تتشد اقدر اعملها برضه في نفس الوقت. هل كل الناس النتائج بتبقى واحده يا دكتور، ولا برضه بيبقى انواع معينه من الجسم، حد لاعب رياضه، حد صغير في السن، النتائج بتبقى متفاوته؟ بصي هو بصفه عامه احنا بيبقى في مناطق معينه بيبقى في المناطق دي بتقاوم ان احنا تنزل او تسيح، بالذات مثلا منطقه البلي او منطقه حزام البطن اللي هي ما انا عارفه العوام. بس هل بتختلف من مثلا عند واحده عندها 50 سنه، واحده عندها 20 سنه، واحده بتلعب رياضه او لا؟ النتائج يعني قصدي النتائج بتبقى دايما واحده واحده، بس الفكره كلها ايه اللي مع الدهون. يعني لو احنا على شفط الدهون احنا نقدر نشفطها، بس دايما بيبقى عندي ليميتس او حدود في شفط الدهون، ما ينفعش اشفط كميه دهون كبيره قوي لان ده ممكن يبقى يجيب يعني يبقى اثر على الحاله نفسها. لكن هي بقى زي ما انت حضرتك بتقولي بتفرق في تفرق مثلا في الجلد. والله لو واحده سنها صغير جلدها متوقع ان الشد معاها هيجيب نتيجه احسن. لكن واحده سنها كبير او واحده بعد الولاده بطنها فيه جلد حملت كذا مره وجلد مترهل بدات تظهر فيه علامات التمدد، ما بتوقعش معاها النتيجه زي البنت اللي هي لسه صغيره. عشان كده البنت الصغيره دي ممكن مع الفيزر توصل 100% من اللي هي عايزاه. انما الواحده لو هي بعد الولاده او مثلا واحده كبيره في السن جلدها في نسبة ترهل عالية بدأ يبقى ناشف بدأ يبقى صعب انه يرجع مشدود تاني، ساعتها هي دي اللي تحتاج ان احنا نشد ان احنا نشيل الجلد الزياده. تامي تاك بقى بتشد. تامي تاك بالظبط. طب دكتور احنا معانا كليب بيبين لنا نحت الجسم، تقرير ممكن نشوفه. اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي هنبتدي نشرح خطوات عمليه شفط الدهون بالفيزر بتتم ازاي. الخطوات بتبدا اول خطوه عندنا هي خطوه الحقن. خطوه الحقن دي بنحقن ايه؟ بنحقن سوائل.
السوائل دي بنحقنها جوه تحت الجلد جوه الخلايا الدهنيه بين الخلايا الدهنيه وبعضها. اول حاجه بنستفاد بيها انها بتفصل الخلايا الدهنيه عن بعض. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان هي بيبقى فيها ادرينالين، الادرينالين ده بيخلي الشرايين الدمويه تنقبض فمبقاش فيها اي قابليه للسيوله او النزيف خالص. الحاجه الثالثه بنحقن فيها بنج موضعي، البنج الموضعي ده ما يبقاش فيه اي احساس بالالم ان شاء الله بعد ما نخلص. دي الخطوه الاولانيه اللي هي خطوه الحقن. بنبتدي ان احنا نحقن السوائل دي ونوزعها كويس قوي زي ما احنا شايفين، بنحقنها هنا في الجنبين، بنحقنها في منطقه البطن كلها داير ما يدور، بنحقنها في الجنب الثاني برضه بحيث ان احنا نبقى موزعينها في البطن كلها داير ما يدور زي ما احنا شايفين كده. الخطوه الثانيه، طب بنعمل خطوه الحقن دي ازاي؟ بنعملها من خلايا كانيولات رفيعه قوي. الكانيولات دي بيبقى فيها فتحات صغيره بتبتدي انها تطلع سوائل من خلالها. السوائل اللي بتطلع دي بتبتدي ان احنا نحقنها وسط خلايا دهنيه عشان تشتغل زي ما قلنا لحضراتكم كده. الخطوه الثانيه اللي بنستخدمها وهي خطوه الفيزر. احنا دلوقتي خلصنا خطوه الحقن تماما، نبتدي ان احنا نستخدم الفيزر. الفيزر ده وظيفته ايه؟ الفيزر ده اللي هو الجهاز اللي ورايا ده دلوقتي. الجهاز ده بتجيله باور او كهرباء، الكهرباء بيحولها لموجات صوتيه. الموجات الصوتيه دي بتطلع من خلال اليد اللي طالعه من الجهاز دي بتوصل للبروب او الاله اللي في ايدي. بتطلع من خلال هنا فتحات صغيره هنا تطلع منها الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه الخلايا الدهنيه وتبتدي انها تطلع الموجات دي فتخليها تدوب تسيح تبقى عامله زي الميه. بعد ما تسيح تماما وتبقى الدهون كلها بقت صافيه وسايحه تماما وهنا الفيزر قام بدوره في اذابه الدهون، نبتدي ندخل بحاجه اسمها الخطوه الثالثه اللي هي خطوه شفط الدهون. خطوه شفط الدهون دي بنعملها ازاي؟ من خلال كانيولات. الكانيولات دي اللي بتدخل جوه وسط الخلايا الدهنيه وتشفط الدهون دي نطلعها بره الجسم خالص. دكتور قول لي حاجه، هل شفط الدهون بالفيزر ده ممكن اي منطقه من الجسم زي شفط الدهون العادي ولا بيبقى في مناطق معينه تبقى انجح كمان فيها؟ تمام. بصي هو بصفه عامه هو بيفرق قوي لو ما يكون درجه التجاهل بتاعت الجلد مش عنيفه. اوكي. يعني دايما هي دي الفكره كلها. المناطق دايما معروفه بتاعت شفط الدهون، يعني دايما المناطق اللي هي بتلاقيها زي ما قلت لك اكتر حاجه منطقه البطن بالذات منطقه تحت السره منطقه الحزام. الحاجه الثانيه ممكن الارداف او الفخذين سواء في سيدات او رجال برضه نفس الكلام، بالذات بقى الرجاله منطقه التسدي اللي هو الصدر بيبقى دايما كبير في نسبه دهون عاليه. يقول لك انا بروح الجيم مفيش فايده لسه برضه عندي منطقه التسدي شويه او صدري بيبقى شكله انساوي شويه. دي برضه من انجح الحاجات اللي بينفع فيها شفط الدهون بالفيزر. طيب قول لي حاجه يا دكتور، دلوقتي لما بشفط دهون بالفيزر انا مش هطلع على الميزان وزني هينقص لكن بالسنتيمترز بالظبط. ممكن توضح النقطه دي بس عشان الناس تبقى فاهماها عشان الناس تطلع الميزان وتقول انا ما خسيتش. بالظبط. بصي هو شفط الدهون احنا واحنا واقفين على الميزان في اربع حاجات بتفرق فيه. اول حاجه نسبه الميه اللي في الجسم. يعني دايما نسبه الميه في الجسم هتلاقي دايما اللي بياكل او اللي لسه شارب يعني هو لسه صح منه بيوزن نفسه يفطر كويس يوزن نفسه زي 2 كيلو. ليه؟ نسبه الميه اللي في جسمي زادت. دي اول نقطه. يبقى اول حاجه تفرق الميه. تاني حاجه تفرق في الميزان هي العضلات. لو واحد بيروح الجيم والناس الرياضيين تلاقيهم فارقين على الميزان بس بيبقى عضلات اكتر منه دهون. الحاجه الثالثه اللي تفرق العظم. اخر حاجه تفرق على الميزان هي الدهون. انا اعرف ازاي ان بسيح دهون فعلا او الدهون اللي عندي انا بحرق دهون فعلا الاقي المقاسات بقت واسعه عليا. يعني دايما احنا بنحكم على الدهون بالمقاسات. نقيس محيط البطن. محيط البطن كان مثلا 140 سم. بعد ما عملنا الشفط بقى 100 سم، انا كده تمام. فاهم قصدي؟ لكن مثلا احنا شفطنا 15 لتر تقريبا دهون. أوكي. هنلاقي اللي بيفرق على الميزان مثلا حوالي من 7 ل 10 لتر مش اكتر. أوكي. يعني 7 ل 10 كيلو هو اللي بنخسه. أوكي. مش كل ال 15، لكن نلاقي فعلا في المقاسات الميزان بتاعنا بينزل جامد. انا مثلا بلبس دبل اكس هبقى بلبس لارج. أوكي. بلبس مثلا اكس لارج هنفس بقيت بلبس ميديوم وهكذا. طب دكتور هل طريقه الشفط للستات زي الرجاله بالظبط؟
تمام، هي طريقه الشفط واحده بس، ده طبعا الرجاله بيبقى الدهون اللي فيها ناشفه شويه، الانسجه اللي بين الخلايا الدهنيه ناشفه شويه، فبيبقى يعني متعب شويه او اصعب شويه من الستات. اصعب شويه ايه؟ في التسليك، في الحركه بقى، ان احنا نسلك الدهون ونكسر الخلايا الدهنيه ونطلع نشفطها وهكذا. يعني بيقعدوا مده اطول بس؟ ممكن اطول، حاجه بسيطه. هل بعديها يعني هل بعديها بيبقى في وجع اكتر من السيدات؟ يعني كلمنا فيما بعد العمليه. بصي ده الثدي صح يا دكتور؟ ده فرق جدا. ده كان شفط صدر وبطن قبل وبعد، وده كان بعدها باسبوع مباشره يعني، واحنا كنا بنتابع بنشوف الاخبار ايه. ففرق طبعا باين جدا. ده بعديها بقد ايه يا دكتور؟ ده بعدها هنا بقى، دي بعدها كان بثلاث شهور تقريبا. بثلاث شهور. يعني النتيجه بتبان النهائيه امتى؟ هي بتبان فوريا. فوريا. يعني هي مباشره زي ما انت شفت حتى في الفيديو. البطن قبلها في طبقه كبيره من الدهون موجوده اختفت تماما. احنا بنطلع يعني، احنا دايما بقول للحاله احنا بنجيب له كرسي، الكرسي ده بيلبسه دايما، بنحب ان احنا نلبسه بعد شفط الدهون عشان يخلي الجلد يطبع على العضلات. اوكي تمام. دايما بيقيس الكرسي، هو بيجي قبل الشفط مباشره ما بيلاقيش اصلا داخل فيه. بيعد الشفط بيطلع لابسه، بيبقى مستغرب اصلا هو بقى لابسه ازاي. بنلبس حتى كرسي لمنطقه الصدر؟ الصدر، اي مناطق. طب قول لنا يا دكتور دلوقتي، انت عملت علامات، دخلت وعملت الشفط بالبيزك، بيطلع ايه اللي بيحصل بالظبط على طول بعد ما بيطلع من العمليه؟ خلاص هو بيطلع بيبقى لابس كرسي زي الكرسي الابيض اللي احنا شايفينه في الصوره ده، ويروح على طول مباشره بعدها مثلا بساعتين او حاجه. وبعدين بس بيبتدي ان احنا نتابعه، يبتدي ان احنا يفضل لابس كرسي مثلا، بنتكلم في حوالي 3 اسابيع او شهر بكتير. يفضل لابس الكرسي زي ما قلنا، فكرته انه يخلي الجلد يطبع على العضلات، لان الجسم بيحاول يحوش ميه مكان الدهون اللي اتشفطت. بنلبس الكرسي ده في الاول وبيمارس حياته بصوره طبيعيه عادي خالص، ولا كانه عمل حاجه. يبتدي بقى الكرسي نبتدي نقلعه بعد شهر، يبتدي بقى يبان النتيجه، هتلاقي جسمه منحوت تماما. بعد 3 شهور بيبان اكتر، عن 6 شهور بقى بتبان النتيجه النهائيه فعليا. احنا بنشوفها دايما بعد الشفط مباشره وفي الفتره اللي بعدها على طول. طب لو واحد عايز يجود من نفسه بقى ويبدا يلعب رياضه كمان عشان يحافظ على اللي انت عملته، تمام، يبدا من امتى؟ احنا بعد اسبوع بنشجع انه يلعب رياضه عادي خالص. عادي خالص. عادي خالص، مفيش اي مشكله، يمارس حياته بصوره طبيعيه وينزل شغله عادي، هو اصلا بيروح في نفس اليوم. بس فكره الرياضه هنا بتبقى برده عامل مساعد جميل قوي، يعني دايما ايه، انا دوري انا شفطت الدهون وشديت لك جلد، ارسم انت بقى لما تروح الجيم هترسم عضلاتك. طب لو انت مش قادر تروح الجيم، احنا بقى بنقدر نعمل القصه دي باستخدام الفيزر وباستخدام ان احنا نعمل شد العضلات. طب دكتور، هل ممكن مثلا حد يرجع تاني بالذات منطقة الصدر عند الرجل؟ لا. لو أهمل، لو أكل، لو ما لعبش رياضة، تمام، هل ممكن ولا صعب؟ بص دايما يعني بالمنطق كده، أنا المشكلة أن عندي خلايا دهنية، الخلايا الدهنية دي إيه اللي خلاها كبرت؟ إنها كبرت في الحجم وتكسرت زادت في العدد. أنا كسرت الخلايا الدهنية دي وطلعتها بره خالص، ما عادش في الخلايا اللي ممكن تكبر وترجع تتمدد تاني. لكن دايما بنفضل ان احنا يبقى اكلنا صحي قدر الامكان عشان ما يرجعش يتخن في اماكن ما اتشفطتش. فاهم قصدي؟ هي دي الفكره كلها. فدايما بنفضل ان احنا يبقى عندنا، بنعلمه بقى ازاي ياكل بطريقه صح، ازاي يبتدي ان اكله وده لعلمك يا دكتور ممكن يبوظ الجسم اكتر. تمام. يعني انا شفت ستات فعلا حصل لها كده، اللي هو مثلا ايه، هي كانت دهون في بطنها، الدهون ابتدت تبقى تحت منطقه الصدر، ان تخن يعني، فاهم؟ تمام. يعني ما هنا الفكره بقى كلها ان احنا ازاي نوظف الحاجه الصح للمريض اللي قدامنا. يعني دايما احنا بنقول، دايما بننصح الناس، سيب الدكتور يختار لك الحاجه الامثل. لو انت عندك وزن زايد كبير يبقى انت الافضل بالنسبه لك، احنا بنختار له دايما نقول له انت الافضل بالنسبه لك تكميم معده او تحويل مسار. طب لو انت عندك او بالون معده، لو انت عندك مثلا وزن اقل شويه. طب لو انت طبعا، وده بيتوقف على اللايف ستايل، احنا مثلا انت شايف اللايف ستايل بتاعك كويس يبقى بالون، اللايف ستايل بتاعك مش حلو ومش تمارس رياضه وانت مش هتتحرك من مش هتتحرك من البيت ومجهودك قليل وبتاكله كتير، يبقى خلينا احسن نعمل حاجه اقوى شويه. ان هدفي دايما ان انا مش بس اخليه يخس، انا هدفي ما يرجعش يتخن تاني، وهدفي ان انا مش اخلي قوام او قوامها شكله جميل بس، لا انا يهمني ان جسمها كله يبقى متناسق. فهو الموضوع، هي دور العمليه ان هي خطوه بتحطنا في الطريق الصح، بس احنا لازم نكملها ان احنا يبقى عندنا اسلوب حياه صحي، ويبقى عندنا نتعلم ناكل صح ازاي، نحاول بقى نغير الثقافه اللي عندنا شويه، وده بيبقى دور مهم جدا احنا بنركز عليه في المتابعه قوي. دكتور بشكرك جدا، بس انا مش ممكن اسيبك كده اول يوم في السنه من غير ما تعمل حاجه هديه للبروجرام او المشاهدين بيتابعوك، افتح لهم نفسهم، تعمل لهم ايه يا دكتور؟ خلاص احنا ان شاء الله، يعني احنا كنا بننسق مع الشركات اللي هي سواء شركه دباسات، ان احنا بقدر الامكان ناخد اوفر لعدد حالات في راس السنه، بحيث ان شاء الله نشجع ناس ان يبقى عندهم بدايه صح ان شاء الله في السنه الجديده، وتبقى سنه سعيده عليهم ان شاء الله. طب الارقام موجوده على الشاشه اهو يا دكتور، لو جالك حد من خلال البروجرام بليز اعمل له اولويه بقى.
خلاص ان شاء الله. بيقول لك من بروجرام انت احلى، اعمل له اولويه يا دكتور، ان فعلا احنا عايزين نساعد الناس. احنا سنه جديده 2018 ان شاء الله، على نهايتها مش عايزين الاحصائيه 35، احنا عايزين 1%. مصر مش على الخريطه اصلا. دكتور بجد بشكرك، وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك، كل سنه طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليك وتبقى صح في حياتنا ان شاء الله باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.